صحتك يا اخي. الله يبارك فيك. طيب يا اخي. تفضل. الله يكرمك. ان شاء الله تمام. الحمد لله. ان شاء الله طيبين انتم. كيف اخبارك؟ الحمد لله. بارك الله يخليك. وضع سخانة شوية الليلة. لا في سخانة في الليلة. الله يخليك. يا اخي انا طبعا المرة اللي فاتت الاقساط بتاعت الولد في المدرسة هنا. ها؟ دفعت لكم الف القسط اسف جايب لكم 1500 حق الترحيل ده بس شوية كده خليه الباقي ده يعني. تفضل. ده شنو ده؟ ما دي ال 1500 الباقية. ده شنو ده يا نورين؟ معقولة بس؟ كيف؟ معقولة بس يا نورين يا أخي؟ شنو المعقولة ده تزيدوها أنتوا؟ أنتوا ما تقولوا ده تزيدوا بس. يا نورين؟ هاي؟ يا أخي زيدوا شنو يا أخي؟ يا نورين التعليم بقى مجاناً. نعم؟ يا أخي التعليم بقى مجاناً. يا رجل يا أستاذ مجني إني أنا ذاتي راسي ما متحمل. أنا تعبان يا أخي أنت كان داري تزيد القروش ما تلفلف العلم الجنبه. يا نورين يا أخي التعليم بقى مجانا حتى الكتب والكراريس مجانا. يا زول الفطور ده تاني ما تبدأ بحق فطور هنا عندنا مجانا. التعليم بقى مجاني؟ الطرحيل ذاته مجانا يا نورين. التعليم مجانا؟ أيوه. أنا كله بتهزر معي أنا في التعليم ده ممكن ممكن وما بتحمل. نورين يا نورين ما تبكي دارك تعرف حاجة إن البلد دي التعليم طوال حيكون مجانا. لا أول مرة أحس إن أنا مواطن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله كويس يا أخي. يا مرحبا. الله يخليك. الحمد لله. الله يكرمك. أخصائي الباطنية موجود؟ أيوة موجود. طيب أنا داير أحجز. جدا. اسمي الكريم منو؟ أنا نورين محمد أحمد. نورين محمد أحمد. لسه الكشف بتاعكم ب600؟ مالك يا زول؟ 600؟ زدتوا؟ 600 جنيه؟ ليه ما عارف انا. 600 جنيه للكشف؟ أي من المرة اللي فاتت دفعت 600 جنيه. يا عزيزي الكشف مجاني. الكشف مجاني؟ ايوه تخش تقابل الدكتور مجانا. يا راجل. ايوه. أقول لك حاجة، لما تمشي من الدكتور للمعمل أيوة. كل الفحوصات مجانا. بالله الأشعة مجانا. يا زول الصورة المقطعية مجانا. الرنين المغناطيسي مجانا. يا رجل أوريك حاجة، العمليات الصغيرة والكبيرة كلها مجانا، العلاجات كلها مجانا، الصيدلية أيوة. تصرف أي حاجة مجانا. كلها مجانا؟ الله أنت ما عارف؟ أنت مش مواطن سوداني؟ مواطن سوداني وبتعالج مجاني. يا سلام، الواحد بيشعر انه هو مواطن حقيقي وبيمتلك كل مقومات الحياة. يا سلام، الأسعار رخيصة والحياة سهلة وأي حاجة في متناول اليد، العلاج التعليم. يا سلام، وجنيهنا جنيهنا رجعت الشخصية بتاعته في محلها، الاقتصاد انتعش. السلام عليكم يا ابني. وعليكم السلام يا خالد. ان شاء الله كويس يا اخي. تمام الحمد لله يا خالد. عندي استفسار. تفضل. الدولار بيساوي كم جنيه سوداني؟ الجنيه بيساوي 10 دولار. كم؟ الجنيه السوداني بيساوي 10 دولار؟ يا سلام، جنيهنا رجعت له شخصيته، بلد غنيانة، المعاناة ما في مناتلة، ما في جرجرة، الحياة سهلة، الأسعار رخيصة، أي شيء رخيص، تعليم مجانا، علاج مجانا. ورين هاي. أنا مش قلت لك ما تاكل كوارع بالليل وتنوم؟ أنا أكلت لي وطايتين بس ونمت على كده، بس حلمت الحلم الجميل ده. تعرف يا نورين هاي. الحلم ده ما مستحيل، بلدنا مليانة بخيراتها ومواردها وذهبها وزراعتها، بلدنا سلة غذاء العالم. تعرف يا نورين
لو كل الناس دي اشتغلت بضمير ووطنية وحاربت الفساد الحلم ده هيتحقق. يا سلام، ممكن استأذنك أنوم تاني؟ نتيجة شنو؟ والله ما شالوني. ليه؟ والله قالوا الانجليزي. الانجليزي؟ اي والله. انا من زمان ما كلمتك، قلت لك الحل الناس نمبر 1. نمبر 1 بتاع استاذ مهاجر. في نمبر 1 حتتعلم اللغة الانجليزية بطريقة علمية، هدفها تطوير مهارات اللغة الانجليزية، الاستماع، المخاطبة، القراءة والكتابة، إضافة إلى تحسين أساسيات اللغة الانجليزية، الفوكابلري، الجرامة والفونوتكس، بجانب التدريب على المهارات الشخصية التي تمكنك من كتابة السي في أو اجتياز أي انترفيو، وده كله بيتم بطريقة مسلية تعتمد على المشاركة في الأكتيفيتيز المختلفة. اتصلوا بنا الآن 09-137-3-55-0114-49-11 أو زوروا موقعنا أبو آدم جوار الركيمي الرياض شارع المشتل شمال كنتاكي بحري أول ستوب شمال المؤسسة جوار ملحمة الأسرة أمبد السبيل شمال محلية البقعة. الحل في نمبر 1 معهد الأستاذ مهاجر لطلاب الصف الثامن وطلاب الشهادة السودانية، لمن يريد النجاح ولمن يريد التميز ولمن يريد التفوق. أبدأ صح وكمل المقرر من الغلاف للغلاف مع المطبوعات وأوراق العمل مع نخبة من أفضل المعلمين في السودان: أستاذ مهاجر عبد الرحمن، أستاذ كمال دوليب، أستاذ مجد سيتا، أستاذ خالد بانداك، أستاذ ود النور، دكتور إدريس جلال، دكتور أديب عثمان، دكتور أمجد فتحي، أستاذ عمر بركات، وأستاذ محمد قباني. التسجيل مستمر والفرص محدودة. تبدأ الدراسة 1/9/2020. اتصلوا بنا الآن 09-137-3-55-0114-49-11 أو زوروا موقعنا أبو آدم جوار الركيني الرياض شارع المشتل شمال بيتزا هات بحري أول ستوب شمال المؤسسة جوار ملحمة الأسرة أمبد السبيل شمال محلية البقعة. طيب، عودا لحصتنا امتداد للدروس او للمسائل الثانية. النقطة الثالثة بعد ما خلصنا من النقطة الاولى، والنقطة الاولى هي كانت اكمال وضع دائرة، النقطة الثانية هي كانت ضع صح امام العبارة الصحيحة. نمشي للنقطة الثالثة وهي في مسائل، ممكن نستعرض كل المسائل موجودة في النقطة الثالثة. عاوزين نوجد نهاية 2 س زائد 5 على 5 س تربيع ناقص 1. قلنا الحل هنا إيجاد النهاية. في إيجاد أي نهاية قلنا لازم نعوض تعويض مباشر. طيب، بدل س حعوض س ما لا نهاية، حتبقى 2 في ما لا نهاية بما لا نهاية زائد 5 على 5 في ما لا نهاية تربيع بما لا نهاية ناقص 1. ما لا نهاية زائد أي عدد بما لا نهاية على ما لا نهاية ناقص 1 بما لا نهاية، لأنه الكمية دي كمية غير معرفة، إذا أضفنا لها كمية معينة يبقى الناتج كمية غير معينة. قلنا الناتج لما يكون صفر على صفر أو ما لا نهاية على ما لا نهاية، هذه القيمة بنسميها قيمة غير معينة. وهناك نظرية والدالة كسرية، سين آلة إلى ما لا نهاية معناها نقسم على سين التي تحمل أكبر قوة إن كانت في البسطة أو إن كانت في المقام. واضح أنه أكبر سين التي تحمل أكبر قوة هي سين تربيع، ولذلك حتصبح نهاية 2 س على سين تربيع
زائد 5 على س تربيع بالنسبة للبسط بالنسبة